يعني خروج الولايات المتحدة من دائرة المفاوضات، بس هل هذا يعني انه بالنسبة لحماس ورقة المفاوضات والتفاوض ما زالت قائمة، ولا ألقيتم بها وبنتكلم مرة أخرى عن الخيار المقاومة؟ نحن منذ البداية كنا نقول أن الولايات المتحدة لم تكن ولا تصلح أن تكون وسيطا نزيها، ولا يمكن أن تصلح لإدارة عملية تسوية. اليوم وبمنطوق الرئيس أبو مازن أن الولايات المتحدة لم تعد ذات صلة بهذه العملية، وإذا كانت كل هذه العملية منذ بدايتها إلى يومنا هذا هي صناعة أمريكية وكانت تطبخ في المطابخ السياسية الأمريكية، وبالتالي فإننا نعتقد أن مسيرة التسوية بالشكل الذي كانت عليه قد انتهت وقد قبلت وإلى الأبد. المطلوب الآن على المستوى الفلسطيني هو ممارسة كل الخيارات المتاحة بما في ذلك الخيارات السياسية، الخيارات القانونية والمقاومة الشعبية، وبما في ذلك أيضا المقاومة المسلحة، ليشعر الاحتلال أن هناك ثمن بالطريقة وبالآلية التي يتفق عليها فلسطينيا. ولكن ونحن نشاهد ما نراه على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، نستطيع أن نقول أن لدينا حصيلة سياسية ولدينا حصيلة قانونية يمكن التحرك بها جنبا إلى جنب مع المقاومة الشعبية ومع المقاومة بأشكالها المختلفة، يمكن أن تدفع إلى تغيير صورة الحالة السياسية وتطوير الموقف السياسي الوطني الفلسطيني. دعوتم الحركة دعت إلى انتفاضة ثالثة، هل هذا يعني أن حماس سترفع السلاح مرة أخرى؟ يعني لم تترك حماس خيار المقاومة في أي من وثائقها حتى التعديلات الأخيرة، ولكن هل هندخل في مواجهة جديدة مباشرة مع إسرائيل؟ دعوتم للانتفاضة الثالثة، هل الانتفاضات بقرار، ولا يعني تفسيرك لفكرة الانتفاضة الثالثة؟ نحن دعونا إلى انتفاضة شعبية في كل الأماكن الفلسطينية للتعبير عن حالة الغضب، والانتفاضات دائما هي حالة متدحرجة تعبر عنها الشعوب والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، يعبر بها للمطالبة بحقوقه وللتعبير عن حالة الغضب ولخلق وقائع جديدة على الأرض ترفض الممارسات الإسرائيلية. كيفية تدحرج هذه الانتفاضة إلى حالة مقاومة شاملة، إلى حالة اشتباك شامل مع الاحتلال، هي طبيعة قد تفرضها الظروف وقد تتدحرج مع الأيام. الآن ما نتحدث عنه هو مقاومة شعبية في كافة الأماكن، هذه نقطة. أما المقاومة المسلحة، نحن لم ولن نسقط هذه المقاومة إطلاقا، ونعتبر أنها حق فلسطيني يمارس في اللحظة التي نراها مناسبة. الآن في هذه اللحظة التاريخية وفي هذه اللحظة السياسية وحالة الإجماع الدولي، نقول أن الخيار الشعبي في مواجهة في رفض هذه الخطوات الأمريكية وفي دفع الاحتلال للتراجع عن ما يقوم به من فرض وقائع على الأرض هي مطلوبة وتشكل حالة إجماع وطني فلسطيني. كيفية أن تتطور هي مرهونة بحالة التوافقات الفلسطينية وبحالة الميدان الفلسطيني، هو الذي قد يتطور تلقائيا إلى حالة المواجهة الشاملة مع الاحتلال الصهيوني. من غزة بشكرك سيد طاهر النون المتحدث باسم حركة حماس.